مشروع من غير مشروع. يعني ايه انت بتقوله دوت؟ بقول لك النهارده جايب لك مشروع يمكن اي حد يشتغل فيه. مميزات المشروع كويس جدا يا جماعه، ان محدش يعرف عنه اي حاجه ومحدش يعرف عنه اي خلفيه. المشروع بتاعنا النهارده جهاز بقد كف الايد بالظبط، تقدر انت تشتغل بيه، تقدر تبدا فيه، تقدر تتاجر بيه. هتقول لي ايه اللي انا بقوله دوت؟ بقول لك في جهاز صغير كده انا هقول لك دلوقتي عليه، ميني تيست، جهاز اسمه ميني تيست. قد كده يا جماعه الجهاز دوت، لو انت بتتاجر في العربيات، لو انت هتشتري عربيه، لو انت بتبيع عربيه، لو انت بتعمل اي حاجه، الجهاز ده تقدر تقيس بيه اي حته في العربيه. العربيه دي كانت معموله حادثه، العربيه دي كان معمول فيها دهان، العربيه ديت كان فيها مشكله، العربيه ديت متمعجنه مرشوشه، الكلام ده كله مخبوطه. الجهاز ده بيقول لك كل حاجه. تابع معايا الفيديو هتعرف كل حاجه وهتفهم كل حاجه معايا. ما تنساش قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس، وما تنساش كمان تكتب لي كومنتات زي ما انتوا بتكتبوا لي كل مره، وانا هرد على كل كومنت بالتفصيل وبالتفصيل الممل كمان. النهارده انا جايب لكم جهاز، زي ما قلت لكم الجهاز دوت يا جماعه مش هقول لكم تقدروا تكسبوا منه قد ايه، انت ممكن كل واحد يقدر يشغل دماغه يعني ويعمل ارباح اكتر من المتوقعه بكتير جدا. الجهاز دوت جهاز بيقدر يختبر التست او طبقه الدهان او السمك اللي على اي معدن. زي مثلا يا جماعه زي ما قلت لكم، لو احنا مثلا هنبتدي الناس اللي بيكشفوا على العربيات او الناس اللي بتيجي تبيع وتشتري في العربيات دي، هيبقى اكتر حاجه هم مستفيدين منها ان الجهاز دوت بيعرفك ان العربيه ديت مدهونه مرشوشه واخده عامله حادثه. الكلام ده كله الجهاز السحري ده يا جماعه هو ده يعمل الكلام ده كله بسهوله جدا. طيب يا باشا دوت ايه بيشتغل ازاي؟ انا هوريكم الجهاز دلوقتي بيشتغل ازاي. الجهاز بنمسكه كده ونبتدي نشغله. وهنبتدي مثلا اهي دي صاجه عندنا، نبتدي ندوس هنا، دي عليها دهان فبيقول لي الدهان اللي عليها 110، بيقول لي الدهان اللي عليها 110. طب لو جربت حاجه تانية، لو جربت حاجه تانية يعني لو جبت مثلا حاجه زي كده عملت كده ديت عشان مش صاج او مش معدن، فبيقول لي طب هنا جايب لي دي عليها 2.99 مللي طبقه الجلفنه اللي عليها اللي هي دي. الجهاز فيه نظام سنسور هنا بيحس بطبقه الدهان بينها وبين الصاج، فبيعمل عمليه نظام كهرومغناطيسيه ويعرف السمك قد ايه. الجهاز دوت تقدر انت تستخدمه طبعا في ايه؟ لو انت بتكشف على العربيه زي ما قلت لك، بتشوف بتمشي كده على كل جنب في العربيه وبتشوف، لو اختلفت الدهانات من هنا لهنا لهنا فبالتالي بيبقى ايه الجهاز دوت او سوري العربيه ديت متغير فيها حاجه عامله حادثه، معجونه محطوط عليها النظام معجون، الكلام ده كله. هشرح لك كل حاجه، سعر الجهاز والتفاصيل وبيتباع فين وكل حاجه. تابع الفيديو انا هشرح لك كل حاجه بالتفصيل.